السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن سوا عنا وراكسن داوديا ميلك السواد دافاع عالم كي يدوني داين اسكار اقنو واحد كسوا دواتان واركي تلفيشي كبطع 24 ويدي كبسوا هاد الحرمتي سمقالة دهار قيساء وارك واحد دياراني قوة احمد محمد محمود احمد كوبي قضا بدا وقوة وينا وراركي دكوها اننا وحكم دا مدحوينها السومالي لان مدر موسى بيح عبدي أي عاش شرفكم مع موسى أبو يهنا يسوق شراء قريال علم باريال يمؤلفين ككل يمدافع عالم كاستمر كاسينا كسوق غيب قلي بديك بوجاك تمجال ده هرجيسة هرجيسة بوك فير أقسمها واحد عيارها إيه وسارد ده لنتي عيارها السماري له أي كتش وابي ده لا يحس بقى معارض كاي ودنا يسوق شيء دي وحسيده كلا أقسمه كور بحي حالته كوف كقصة على مجال ده هرجيسة gediga buuga waa urur ka shaqeeya arrimaha qoraalka buugaagta isbarkaasina ka yimid wadanka Djibouti oo ka qayb galay bandhigga buugaagta magaalada Hargeysa ayaa maanta masraxa bandhigga kaga sheekeyay buugaagta cusub ee haya iyo waliba wax qabadka ururkaasi abwaan Aadan Faarax Samatar oo kamid ah abwaaninta ugu waaweyn Soomaalida ayaa sidoo kale wareysi siiyay telefishinka Badax 24 waxa hagaagta wadayaal kuwaasi waxay qaar kamid ah qodobada wararkayga ugu door ka roon leh haatan waxa uu diyaar garowdan kuwa iyo qaar kale faahfaahsan.